خير يا فندم. السلام عليكم، مساء النور. ازي حضرتك يا كابتن؟ ازيك يا فندم، متشرف وجود حضرتك معايا. اخبار حضرتك ايه؟ الله يخليك، تحياتي ليك وللجميع طبعا، والباشمهندس حسام. قبل ويعني قبل احنا قبل بس الباشمهندس حسام، قبل ما حضرتك توجه له الكلمه، انا بشكر حضرتك على الموسم، بشكر حضرتك على ادائك، بشكر حضرتك الحقيقه على الفتره اللي فاتت. الحمد لله، يعني الحمد لله على كل شيء، واحنا ما عملناش غير واجبنا يعني. يا رب دايما. الله يخليك. المهندس حسام اهو بقى قطعه زي ما حضرتك عايز اهو قدامك. لا لا لا، ده انا اللي سعيت ان انا اكلم واعمل المداخله دي عشان اشكر يعني الباشمهندس حسام على الموسم الرائع. وفعلا الواحد السنه دي اكتسب ناس يعني ذات معدن نفيس، منهم الباشمهندس حسام. واظن يعني ان انا يعني كنا مع بعض يعني خير صحبه، وكان في تعاون كامل متهيألي، وده راجع لشخصيته، شخصية محترمة جدا جدا جدا، وراجل متعاون جدا جدا جدا. وأنا بصراحة يعني ما يعني مانيش الحظ إن أنا أحضر الاحتفال بتاعه امبارح لأسباب يعني، بس أنا فعلا متضايق إنه هيمشي من الاتحاد، بس ربنا هيوفقه إن شاء الله في كل مكان، لأنه حسام من الناس المحترمة جدا. وانا شايف فيه يعني امل يمين يعني ان شاء الله باذن الله، وربنا يوفقه. وتحياتي لك يا حسام، وانت يعني من الناس المحترمه اللي الواحد اظن انها نكسبها يعني، وارجو يعني ان الصداقه تدوم والاخوه تدوم، وانت عارف ان انا بحبك في الله، وكان في بيننا تعاون جامد جدا، وانت وربنا يعلم يعني. ولا انت عندك اعتراض ولا حاجه ولا في ايه؟ لا عارفه، ما اقدرش. خلي بال حضرتك، حسام بيهنج قدام الكاميرا مش الكنبه. لا 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 لا، ده حبيبي يا حسام، ده حبيبي، واخويا الصغير في السن وكبير عندي في المقام يعني. لا سعاده مشرف، انا اتشرفت والله اني اشتغلت مع حضرتك وشلت عني كتير يعني. انا مش متخيل ازاي الموسم ده كان هيعدي لو حضرتك مش موجود فعلا يعني. ربنا يخليك. لا لا لا، الفضل لله ولحضرتك والخماسيه، الناس المحترم اللي معانا والجماعه اللي جايه تصرف، كله كان شغال في الاتحاد يعني ما شاء الله امام الله يعني. حاجه تفرح، منظومه جميله، اداء رائع، كل واحد عارف بيعمل ايه، كل واحد لا يتدخل في عمل التاني، في تعاون، ما فيش جزر منعزله، دي الاداره الناجحه. وربنا يوفقك احسن في اي حته. انا مش هطول عشان اسيبك يعني الناس. لا ده انا عايز حضرتك في استفسار لو سمحت لي. انا بتكلم عشان احيي حسام الزناتي. صح كده. ايوه يعني حضرتك لا يعني اكثر ولا اقل يعني، حضرتك صاحب البرنامج ده، ملوش اي سؤال. لا يا فندم، على دماغي من فوق. ده جميل، ده جميل. انا عايز